الله بركاته. رفيق وحيد يقول: قلتها وعيدها، اتحاد الجزائر لم يخسر قضيته ضد نادي نهضة بركان المغربي. تعالوا مع بعض نسمع رفيق وحيد ما يقول. أتمنى من أخواتي، أتمنى من الأخوة المشاهدين، أتمنى منكم وضع اللايك والاشتراك في القناة حتى يصل هذا الفيديو لأكبر عدد من الناس، وأشكركم جميعا. هيا بينا نسمع. جديد إيري بارابل، وهو واضح أنه تخسر كأس الكاف، ومن الصعب نقول من الصعب في حال الفوز في القضية، يعني دون الفور يعني من تشكيلة القضاة إلى ربحتها دون طلبة ولا كارت سومان، صعب انك تعاود النهائي. اثنين، الملف تاعك اسكو يكون كامل، فيه الوثائق التي تعطي للقضيه مؤشرات قويه على انك حتكسب القضيه. ثلاثه، يقول لك لامبورتونس تاع لانتيري اللي انت راح تخسره مقارنه بالادفيرسار ديالك اللي هو نهضه البركان. لي ترو بوان هادو كانوا متوفرين، ومع ذلك رئيس المحكمه رفض الطبع الاستعجالي، وبالتالي رفضت تجميد نهائي كاس الكاف. في وقت سابق في البريمير تاع اتحاد او تاع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، كان هناك رفض مماثل للطابع الاستعجالي وتوقيف اياب النصف النهائي. من بين ما قيل اليوم على اسباب الرفض، ان المحكمه او رئيس المحكمه لم ترى هناك سببا مباشرا بين الخريطه وبين مباراه في كره القدم، لانه كانت هناك علاقه مباشره. ثم واش اكسبليكات ليزافوكا انه تتجنب او تتحاشى تجميد مباريات خشيه من التداعيات الاقتصاديه على الهيئه الكرويه اللي فيها رعاه المسابقه، يعني من جانب اقتصادي على بريفيري هناك نقل تلفزيوني، هناك حقوق البث، هي هذا ما قيل له في القضيه الاولى. لكن في القضيه الثانيه اللي هي قضيه اتحاد الجزائر، لو انها قضيه مترابطه، راحوا الاتحاد الجزائري للشق الرياضي، اتحاد الجزائر طرحوا الاشكاليه من الجانب الرياضي، يقولوا نحن احق من نهضه بركان في لعب النهائي، وهذه هي الاسباب. الاسباب شنو هي؟ تكلمنا في كوليس مع رشيد، يقول لك لا كوميسيون دابيل في البريمي ماتش كي مدت لا ديسيزيون كتبت فيها انه كان هناك ظرف قاهر، والظرف القاهر تم اسقاطه وتكلمنا عليه في نهايه الامر، وهذا ما تم ايداعه في ملف اتحاد الجزائر عندما تم طلب تجميد النهائي، انه لي مايو كانوا موجودين، يعني احنا لي مايو اللي فيهم الخريطه المزيفه سي فري كانوا كونفيسكي لانهم يتعارضوا مع لوائح الكاف، ولكن احنا جبنا لهم دي مايو دي ميم براتيكمون ما فهمش الخريطه. مهمه الفريق الضيف كي يلعب المواجهه باش يلعب، ما بقاوش لي بارول اون لير، جبنا لهم لي مايو، مدينا لهم العماد شنو دا في لارينو تكنيك بحضور الممثلين لافاف، ثم داروا نيك اوفيسيال لعماد شنو دا مسؤول المسابقات تاع الانديه، ورد لهم اكيزا ريسبسيون، قال لهم وي لي مايو هادو ما اوكي ناخذوهم يلعبوا بهم، باسكو لا كاف ولا لا فيفا ولا اي هيئه اللي فيت لو ماكسيموم لاري تاع لي ماتش، يعني الطرف القاهر عنده يعني اسباب اخرى. ومن بعد قال لهم عطوهم لو كوردينيتور جينيرال اللي هو مادي ديالو، يعني كل الاشياء هذه موثقه. هذا واش دفعوا ليسما كي طلبوا يروحوا للنهائي، وكي زادوا طلبوا الاستعجالي باش يوقفوا النهائي. انت قلت لي لماذا لم يتم ايقاف المباراه؟ هنا سؤال غريب جدا، يعني ما عندوش اجابه، او تصرف غريب من رئيس المحكمه اللي خلات النهائي يلعب دون 3-4 سيمان ممكن نربحوا. تقدر تقول لي انت مادام ما وقفت النهائي وكان البريجوديس ايريبارابل، يعني هناك مؤشرات قويه على انه المحكمه ستفصل لصالح الكاف ونهضه بركان. اقول لك ممكن ذلك، ولكن اقول انه من الناحيه القانونيه حجج الفاف وخاصة حجة اتحاد الجزائر قوية جدا، تدين من؟ تدين الكاف. على الأقل في المعركة القانونية أو الانتربريتاسيون تاع القوانين اللي يقولوا بشأن الظرف القاهر. الظرف القاهر رفيق واحد الطاس، تقدر ترجع هيئة، تقدر ترجح كفة فريق على حساب هيئة قارية؟ يعني في مثل هذه القضايا يقدر فريق يفوز على هيئه قاريه في قضيه؟ وعلاش انت درت فريق تحت الهيئه القاريه؟ لا احنا نروحوا للباس. علاش انت درت فريق تحت الهيئه القاريه؟ لا احنا نروحوا للباس. علاه القوانين تاع لا فيفا وتاع لا كاف كل هيئه تقول لك من حقك تروح للباس؟ لانه الطاس هي هيئه يعني مستقله تبع تستمد مبادئها الاساسيه من السيو، من اللجنه الاولمبيه الدوليه، وهي تعطي احكام على حسب القانون. لو اليوم في قضيه الخريطه ويبقى راي مثلا قضيه الخريطه الوهميه اللي تتعارض مع لوائح الكاف في الماده 5
نقطة واحد 5.1 اللي تقول لك انه اي عضو جديد ينضم للكاف لازم يحترم قوانين الكاف ويحترم قوانين ليفاد الانترناشونال بورد. الانترناشونال بورد في المادة 4.5 تقول لك ليزيكيبون ما لازمش يكون فيهم سلوغون ولا ديزيماج ولا كتابة دكبات سياسي. هذا امر واضح. مادام اذا كان اليوم القانون واضح في هذا الشيء يقول لك ممنوع دير ديزيكيبون على بعد سياسي، كيفاش الطاس اليوم؟ انا باش نتصور الطاس يعني كي يروحوا للجيج رئيس المحكمه درست عرفت لي في سيسبونسيف تجميد المنافسه، ولكن بعد القضيه بونيفو يدرسوها للجيج للجيج. مانيش نشوف انا للجيج القضيه هذه قضيه الخريطه اغتصاب الاراضي اللي قضيه راهي في الامم المتحده والاتحاد الافريقي اللي فيه 53 عضو مؤسس منهم جمهورية الصحراء الغربية كما انضم المغرب مضطرا في 2017 يعترف بحدود الصحراء الغربية وكل ما إلى ذلك، والصراع مازالوا أو القضية مازالها في الوضع. كيفاش الطاس اليوم سيعطي الحق في لاكا في قضية الخريطة المزيفة ويفتح على نفسه باب جهنم تويزي إلى إن كان جوريسبريدونس للقياس يجوز ملفات أخرى في صراعات أندية وبلدان على الأقاليم يجي لك أمايو في إقليم تاع بلاد أخرى ولو ما تعطينوش الحق يقول لك لماذا حكمت لصالح نهضة كان في هذه القضيه. لو كان دي جوريس بريدونس خطير جدا يحرج الطاس، وبالتالي هناك مؤشرات قويه على انه نربحوا قضيه القمصان الخريطه المزيفه. وعندي قناعه على حسب القانون، انا نقول في القانون المواد القانونيه واضحه وروح الشمس، من حق اتحاد الجزائر تنشيط النهائي نهائي كاس الكاف، ولكن يبقى القرار الاخير بيد القضاة. يكون هناك صراع بين لي دو لي تروا بارتي في الاتحاد المغربي. وراح نقول لك لو اليوم اتحاد الجزائر لم يقولوا خسرنا القضيه ما خسرناش القضيه، وكان الناس قلت في ديمارو كرم يتكلموا خسرنا مش خسرنا، الطاس رفض دراسه القضيه بصفه استعجاليه ورفض الجمد النهائي، لكن لم يرفض دراسه القضيه. سيتم دراسه القضيه في دون لو تاع ليسمون تاع لافاف دو تروا سيمان كات سيمان يردوا يعني القرار تاعهم. اذا الشق الرياضي تاع اتحاد الجزائر اذا ربحناه وعندنا المبررات والسند القانوني وكل المراسلات الرسميه التي تدين الكاف وتسقط عنهم الظرف القاهر، الطاس واش راح يقول في اعتقادي؟ ما يقولكش لازم تلعب لا فينال ولازم تعاود، ما راحش يقول لك هذا الشيء، راح يدرس على حسب الطلب تاعك. يقول لك من حق اتحاد الجزائر بناء على ما جرى بناء على القانون انه يلعب النهائي لانه لم يكن هناك ظرف قاهر، يعطيك لا ديسيزيون انت تعطيك لا كاف. تعطيك لا كاف تدخل معاودوا الماتش عوضوا لي تو فا ايفيتي على الاقل سسبونسيون، لانه الماده 10 للشابيتر 11 الفصل 11 المادة 10 من قانون كأس الكاف يقول لك صراحة الذي يتم يعني استبعاده لأنه غاب ولا فقد اللعب يتم معاقبته بالحرمان من المشاركة في مسابقة الأندية للكاف للدورتين المقبلتين. يعني على الأقل تشوف إيفيتي لي سونكسيون، تربح من حيث المبدأ، ستحرج لاكاف تشوف أعطاكي لاكاف، تعاود لك الماتش تعاود لك الماتش. في باراغراف 16 لا خير برك رشيد، المادة لا سيسبونسيون الحرمان من اللعب رشيد، أنا نهضر لك على الريغمون لاكاف. إي الريغمون لاكاف فيها، الريغمون دو لا كومبيسيون لاكاف، الريغمون دو لا كونفيدراسيون. أه عندي رشيد. إي الريغمون دو لا كوب دو لاكاف الفصل 11 المادة 10 تتحدث على لا سونكسيون. دوكا اسمح لي رشيد كنت نقرا لك. إي تتحدث على لا سونكسيون في حال انه رفضت اللعب وتم خساره فورفي فانك ستتعرض للعقوبه بعدم المشاركه للطبعتين المقبلتين. الماده 16 اللي تكلم عليها فقره 16 الفقره من شابتر 11 شابتر 11 الفقره 16 الماده 16 من الفقره من شابتر 11 في شابتر 11 في 1 2 3 في حتى 17 16 واش يقول لك فيه؟ 16 يقول لك سي بور اون ريزون كيلكونك سوف لو كاد دو فورس ماجور ريكوني كوم تيرم دو كوميسيون انتر كلوب الذي لا يلعب مباراه يغادر ارضيه الميدان يرفض لعب هذا الشيء سيتم معاقبته يعني خساره المباراه ويتم استبعاده نهائيا من المنافسه. هذه الماده 16 ولا البند 16 لا سيسبونسيون تاع ليكيب سير البند 10 وبالتالي لي سوا واش يكونتيستيو يقول لك حنا نحبسوا الماتش عليه باسكو الغلطه تاع بركان كيما لعبوش الماتش عليه كان لعبوا الماتش عليه كنا احسن ليهم كيما لعبوش الماتش عليه
واليوم لاكاف وقفت في صفهم وعطت لهم الظرف القاهر، وحنا اسقطنا حقو الناسو الظرف القاهر بحجج وبالي وبوراثات رسميه اللي ممثل كاف شنودا عيما شنودا البصري اللي قال اعطوها للكره الانتاجيه اللي ما يلعبوا بها صافي الطاي الظرف القاهر لاكاف تعنتت ابارمو ضغطت على شنودا من المراسله موجوده، وبالتالي سنسقط على نهضه بركان فطاس الظرف القاهر. واذا تم اسقاط الظرف القاهر على بركان وتبان لاكوبيستي دو لاكاف ماذا يحدث؟ يتم اعلان اتحاد الجزائر على الاقل هو صاحب يعني الحق في الفوز بمباراه الذهاب، وانه نهضه بركان غاب بصفه متعمده، وبالتالي يتم معاقبته بخساره المباراه واستبعاده في مباراه الذهاب من الكومبيتيشن. يعني مباراه الاياب ما كانش لازم تبرمجها لاكاف.